احنا عايشينها دي انا بشوف انها فتره المقدمات اللي نقدر نبني عليها نتائج اللي جاي، ونتائج اللي جاي بالمناسبه في غايه الاهميه وفي غايه الصعوبه. ايه اللي جاي؟ اللي جاي كاس افريقيا كاميرون 2021، كاس العالم قطر 2022. انا مش هتكلم على مباراه المنتخب في كينيا، ولا حتى هتكلم على اللي جاي في جزر القمر بشكل مفصل، لكن انا بتكلم على حاله بيعيشها المنتخب المصري بقاله سنين. وكنت منتظر انه بعد ما خدنا تجربه كاس العالم، وكنت منتظر بعد ما وصلنا لنهائي افريقيا مع هيكتور كوبر، انه المنتخب يكون خد من الخبره الكفايه، وانه اللعيبه دي تكون نضجت بالشكل اللي تخليها تقدم صوره ونسخه محترمه للكره المصريه ولمنتخب مصر. لكن فيما يبدو انه ده لسه مش حاصل. ليه؟ انا الحقيقه ما عنديش اجابه. يعني منتخب بيضم الحقيقه نخبه محترمه جدا من لاعبي الكره، بشوفهم الافضل في الجيل الحالي، ولما اجي احطهم في مقارنه مع الاجيال المحترمه اللي حققت انجازات للكره المصريه، جيل 86، جيل كاس عالم 90، جيل بوركينا فاسو 98، 2006، 2008، 2010، بلاقيهم ما يقلوش. لكن المردود والنتيجه الشخصيه والشكل والهيبه انا شايف ان هم لسه ما جوش. القصه مش قصه حسام البدري، القصه دي شفناها وعشناها مع برادلي، وعشناها مع اجاري، وعشناها مع شوقي غريب، وعشناها مع هكتور كوبر، وعشناها او بنعيشها مع كابتن حسام البدري. المشكله فين؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه، وهسمع راي طبعا ضيفنا ونجمنا، واحد من طبعا اكبر نجوم النادي الاهلي، كابتن خالد جدالة، ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا احمد، ازيك؟ وسعيد ان انا موجود معاك النهارده. شرف وفخر لينا انك تكون موجود معانا كابتن خالد في السادسه. الله يخليك، الف شكر. خليني اخد رايك الاول في ماتش كينيا كده، تابعت المباراه ازاي؟ وايه اللي شفته للمنتخب وايه اللي شفته عليه؟ طب انا بس هستاذنك قبل ما نتكلم. فضل. انا احب طبعا اوجه التعازي لاهلنا في الصعيد. طبعا طبعا يا فندم، طبعا الحادث الاليم اللي عصر قلوبنا كلهم. طبعا. كل التعازي للضحايا، وكل الدعاء بالشفاء لاهلنا المصابين، والف شكر للقياده السياسيه والدوله على المجهود الكبير والتحرك السريع فورا بمجرد حدوث الحادث. فربنا يرحم ضحايانا. اللهم امين. اللهم امين، ويدخلهم جناته، وباذن الله الشفاء للمصابين. والشفاء للمصابين طبعا. بالنسبه لمباراه كينيا، اتفضل يا فندم. انا بس يمكن يعني عشان ما الكلام كان كتير قوي، وكلام المحللين والكلام، مش عايز اقول كلام بيتكرر، عايزين نقول كلام جديد. الكلام الجديد ان كان بالنسبه لي المستوى بتاع منتخبنا ده انا كنت متوقعه. بس ما كانش ينفع ان الواحد يقول كده قبل الماتش، ولكن في قرارة نفسي من الخبرة بتاعه الواحد سواء كلاعب أو كمدرب أنا كنت متوقع. ليه كنت متوقع؟ أي مدير فني ما تقدرش تلومه لو هو ما عندوش الوقت بتاع الإعداد قبل المباراة. تمام. يعني إحنا دلوقتي المنتخب اتجمع إمتى؟ قبل الماتش بثلاث أيام. قبل الماتش بثلاث أيام ده مفيش تمرين. يعني حسام البدري مش هيمرن، مش يعني مفيش وقت للتدريب. تمام فندم. فالمحصلة بتبقى ضعيفة جدا، بالذات مع المحترفين اللي جايين من مدارس مختلفة. ودايما المنتخب الوطني والمنتخب المصري بينجح لما بيكون فيه معسكرات طويلة. يعني لما بنرجع زي ما انت قلت. بس بتهيألي كابتن خالد معلش في الجزئية دي، يعني بتهيألي انه المحترفين بتوعنا يعني تخطوا الحتة دي. يعني دايما طول عمرنا بنسمع لما ما كانش عندنا محترفين ان المحترفين الافارقة لما بيجي يلعبهم مع فرقهم بيجوا من الطيارة على الماتش، ما فيش مشكلة لانه عنده القدرة على التأقلم، وعنده القدرة انه يستوعب الفكر. هل ده مش ما ينطبقش على المحترفين بتوعنا؟ لا، هو ما ينطبق. ليه؟ لان ما ينطبقش عشان كل مدير فني ليه فكره. وكل ماتش بيبقى له ظروفه. يعني الاجواء مثلا بتاعه ليفربول بالنسبه لمحمد صلاح. أيوه. لا، بتختلف كليا عن الاجواء هنا. من ناحيه طبيعه الفرقه المنافسه، من ناحيه الملعب، من ناحيه التحكيم، من ناحيه جو، كل حاجه مختلفه. هو محتاج شويه وقت مع المدير الفني ان هو يستوعب المدير الفني ده فكره ايه. والخطوط العريضه اللي هتتقال بالنسبه للعيبه عشان يقدروا ينفذوها من خلال المباراه لازم يبقى في وقت ان هو يقدر يشرحها. تمام. مفيش وقت للكلام ده، ولا الشرح النظري، حاجه بسيطه جدا. يعني انا اتوقع ان هي يعني اقتصرت على المحاضره بتاعه الماتش. ومفيش تمرين. يعني انت مش تقدر في ثلاث ايام
هتجيب اللعيبه كل واحد جاي من حته وكل واحد جاي باحمال مختلفه، لان في علم التدريب في حاجه اسمها الفروقات الفرديه. تمام. كل لعيب غير التاني. أي. انت بتجمع كل ده، عايز شويه وقت عشان تنظم نفسك وتاخد نفس وتقدر تحط كل لعيب في التراك اللي هو هيبتدي يشتغل عليه من خلال المباراه اللي هنلعبها. الكلام ده كله ما كانش موجود. فانا مش هتكلم على حسام بس، دي برضه انا مش بتكلم على، لا انا بتكلم على حسام ولا بتكلم على اسماء لعيبه، انا بتكلم على منتخب أوكي. مصر يعني بس القصه دي بيتحملها حسام. تمام. بيتحملها حسام من ناحيه ايه؟ ان هو دلوقتي مدير فني منتخب مصر، ودي عمليه مش سهله لقصر، مش من ناحيه الشغل، لا للضغوطات اللي هو هيشوفها، ضغوطات من ناحيه اعلام، من ناحيه مواقع، من ناحيه سوشيال ميديا، من ناحيه جماهير. طب انا همشي معاك نقطه نقطه. محتاج انه يوجد لنفسه الوقت مع اتحاد الكوره، ان قبل اي مباراه لازم على الاقل اسبوع، ده اقل حاجه يكون في توقف عشان هو يقدر يشتغل تتأقلم، وزي ما بقول لك تتحط على التراك بتاع الماتش اللي هيلعبه. انما قبليها بيومين وقبليها بثلاثه لا، احنا نوعيه لعبتنا طيب مش هتستجيب للكلام ده. طيب هناخد دي مع بعض طبعا. طيب الكلام ده ممكن يكون مقبول، انا هكلمك برضو برأي ناس، ان الناس متضايقه في الشارع. أوكي. يعني احنا تأهلنا وكل حاجه وده أوكي. شيء الحمد لله كويس وتمام، يعني مش عارف اقول ايه، بس يعني ما تهيأليش انه المصريين بالنسبه لهم فكره انك تتاهل لكاس افريقيا ده حاجه تفرح، ده العادي وده الطبيعي، ده الطبيعي الناس من خلال المجموعه دي. لكن كلام حضرتك بتقوله ده وفتره الاعداد والتجهيز والفكر وبتاع، ممكن الجمهور يقبله انه العرض يطلع كده لما اكون بقابل فرقه من الفرقه الثقيله في القاره، يعني طالع بره عشان العب مع كاميرون، غانا، نيجيريا، سنغال، فرقه ثقيله، ف محتاج احضر ومحتاج أوكي. لكن مع كامل التقدير والاحترام انا طالع اقابل كينيا في ماتش معليش فيه اي نوع من اي ضغوط، متاهل اوريدي خلاص للبطوله، يعني محتاج نقطه ولا حاجه، بس يعني التاهل تقريبا شبه محسوم، وجايب لعيبه من هنا ولعيبه من هنا، وجايب لعيبه من الاهلي ابطال افريقيا، وجايب لعيبه من ليفربول والارسنال وبتاع. اوكي. طالع لاعب كينيا وانا طالع لاعب، يعني فاهم؟ فالناس عشان كده يمكن ده اللي مخلي شويه كمان يعني المضايقه ازيد حبتين. من حق الناس ان هي تزعل وتتضايق. أوه. بس احنا عشان متخصصين في الشغلانه احنا بنبقى عارفين الداخليات بتاعه القصه ايه. اي مدرب محتاج وقت. اوكي. واي عمل عشان تنجح فيه لو انت ما عندكش الوقت تملكه عشان تشتغل على نفسك وتشتغل على اللي انت بتعمله مش هتنجح. فيبقى الوقت مهم جدا. انا بتكلم ان حسام بعد كده هو مسؤول، وفي فترات جايه احنا اول ماتشات في شهر 6 بعد الماتش بتاع جزر القمر. ايوه. نوعيه اللعيب المصري ما ينفعش تجيبه قبل الماتش بثلاث ايام، وحتى لو هو محترف فين، لا ما ينفعش. لا انت حتى عشان نفسيا تشحنه انت محتاج، انا بقول على الاقل اسبوع عشان تعده نفسيا، مش بدنيا ولا فتره اعداد، اصل كلمه فتره اعداد دي تتقال في الصي يعني في بدايه الموسم، في بدايه سيزن. لا احنا مش فتره، ما بنتكلمش على فترات اعداد ولا شغل بدني ولا بتاع، لان المفروض كل اللعيبه جايه تشترك في مباريات زي ما انت قلت، سواء الاهلي والزمالك، مباريات افريقيا، المحترفين اللي بره بيلعبوا، فكله جاي بدنيا جاهز. تمام. انا بتكلم على ثلاث حاجات، ازاي اعد اللاعب نفسيا، وازاي اعده خططيا على حسب الخطه اللي انا هستخدمها حسب المباراه اللي انا هلعبها، وازاي اعده تكتيكيا بالواجبات سواء كانت هجوميه او دفاعيه اللي انا هطلبها منه. فالثلاث حاجات دول مش في ثلاث ايام. ما هو ده لما احنا اتفرجنا الناس، الجمهور المصري لما قال فين شخصيه المنتخب، ما مش باينه، ما هتبان ازاي، لان كل واحد بيلعب بفكره مش بفكره حسام، مفيش حاجه جماعيه. هو كل واحد عايز يأدي بالاداء الفردي بتاعه، فلا كمان لما اكون انا فردياتي مش كويسه في اليوم ده بيبان المنظر اللي احنا شفناه. انا كنت متوقعه وكنت اتمنى، بس ما كانش ينفع برضو اطلع قبل الماتش اقول هذا الكلام عشان ما يتقالش ان مثلا الواحد، انا كنت اتمنى ان المحترفين في ماتش زي دول ما يلعبوش. لا انا كنت اتمنى اللعيبه، بس هي عايزه جرأه وعايزه من المدير بيبقى ما يقعدش يفكر كتير في ايه اللي هيحصل. زي ما بقول مثلا اللعيب لما تيجي تشوت فاول مثلا، الضيقه ضربه حره غير مباشره اللي بره ال 18، ما تقعدش تفكر حشوتها هتطلع حلوه هتطلع وحشه، لا ارجع وحط الكوره واعدل جسمك وخش شوط هتلاقيها كويسه. المدير الفني نفس الكلام، هي مش سياسه هي رياضه. يعني شغلانه المدير الفني انا متهيألي ان الظروف
اجبرت حسام البدري ان هو يشتغل سياسه، ما يشتغلش كوره ورياضه. سياسه بمعنى ايه؟ ان انا لما اجي اضم توازنات، توازنات حساسيات دايما. احنا طول عمرنا اللعيب اللي بينضم لمنتخب مصر ده بيبقى فت واداؤه كويس ومميز ولعيب كويس وفي حاله كويسه. مظبوط. ما ينفعش انا دلوقتي لما اجي، ودي هو اول ما ابتدى المعسكر كان في مشكلتين عند حسام. اول حاجه مشكله كابتن الفرقه، ودي لازم يحلها وهيحلها، لازم يحلها بعد الماتش اللي جاي، لان عنده وقت. لازم يتعرف مين كابتن الفرقه. هو عايز محمد صلاح يقعد ويقول كابتن التيم هو محمد صلاح، مفيش ادميه، انا اللي بختار الكابتن، ويعني او همشيها بالادميه، يعني ما يبقاش في كلام كتير في الحته دي. احنا كل تجمع لمنتخب مصر نقعد نسمع لازم النغمه، نسمع دي كلام مين هيقبل شرط المنتخب. هو لو حسم القصه دي وهو المفروض شخصيته جامده تمام، لا انا مدير فني، انا اللي اتحكم في كل حاجه. انا اللعيبه دي بالنسبه لي كلها، سواء بقى محترفين سواء هنا، كلهم زي الشطرنج، انا هحط كل واحد في مكان. يعني بمناسبه حضرتك قلت النفسي نمره واحد، انا عايز اقف مع حته النفسي دي. اتفضل. لانه في اوقات كتيره جدا كانت اللعيبه بتبقى باصه لتيشيرت منتخب مصر باصه غير، وده الطبيعي على فكره، انك انت تبص لفانيله منتخب بلدك على انه شرف كبير جدا. مش بس تسعى لتحقيقه، ده انت لما تحققه تبذل اقصى ما في وسعك واحسن ما عندك من مستويات عشان يعني تنول هذا الشرف. الحته دي انا مع الاسف شايفها غايبه عن المنتخب. يعني هنا بقى مش بتكلم على كابتن حسام، انا كنت بقول في البدايه انه النسخه الباهته من منتخب مصر، حتى مع وصولنا لكاس العالم في روسيا وحتى مع وصولنا نهائي افريقيا قدام الكاميرون، شايف ان الكوره اللي بيقدمها المنتخب في العشر سنين الاخيره ايا كان اسم المدير الفني كوره بهتانه. المنتخب فقد شخصيته، الروح تقريبا مش موجوده، ومش عارف ايه السبب فيها كابتن خالد. انا هقول لك السبب. السبب في غياب الروح هي حاجه واحده، حسام لم يحالفه التوفيق في اختيار اللعيبه. الكلام ده طبعا ما كانش ينفع نتقال لما هو اختار، ولكن احنا بنشوف النتائج. انت خدت الحريه، اخترت لعيبه، وظفتها، اخترت تشكيل، عملت تغييرات خلال الماتش بتاع كينيا. هو ما كانش موفق في ولا حاجه في الثلاث حاجات دول، لان هو محطوط تحت ضغط. انا عارف هو محطوط تحت ضغط ازاي، فهو يعني قصه ما فيش تركيز في النواحي الفنيه. معلش، ايه نوع الروح؟ ايه نوع الضغط اللي ممكن يوصلنا كده يا كابتن؟ غياب الروح. غياب الروح ليه؟ لان انا لما اجي اختار لعيب، زي ما انت قلت يا احمد، كل اللعيبه المميزه لازم تكون موجوده في منتخب مصر، لان دي مكافاه للعيب ان هو بيبدع وبيتالق من خلال مباريات الدوري. تمام. لما بيجي لعيب بيبقى مفيش حد يختلف ان هو في مستوى كويس وحاله كويسه ولازم يروح منتخب مصر، وبعدين يجي ما يلاقيش نفسه. هي دي من الاسباب الرئيسيه لافتقاد الروح. بمعنى ايه؟ لان اللعيبه اللي اختارها حسام، قبل الاختيار كل لعيبه مصر قاعده مستنيه الاختيار، كابتن حسام هيختارني مش هيختارني. ولعيب الكوره بيبقى حاسس بنفسه، حاسس بنفسه. بمعنى ايه؟ انا رايح ولا مش رايح؟ لا انا مستوايا دلوقتي كويس يأهلني ولا انا وحش؟ فما ينفعش بعد ما المدير الفني اللي هو كله رؤيه ثاقبه وفنياته عاليه وعنده خبره كبيره جدا، المفروض لما اختار لعيب ما ينفعش اجيب لعيب مثلا بقاله ست شهور بيلعب ووحش واضمه في منتخب مصر. طب ما هي دي بتبوظ الدنيا، بتبوظ. فاللعيبه بتقعد تتكلم مع بعض، ده جه ليه؟ طب ده فين؟ الناس الكويسه يعني. فالكلام ده كله بيخلي في النهايه النتيجه ان مفيش روح. لان بقيت خلاص انا ممكن ابقى وحش واجي، وممكن ابقى كويس وما اجيش. طب انا هبقى كويس ليه؟ انت فاهمني ازاي يا احمد؟ يعني انما لما كل واحد ياخد حقه. كل هو حسام يعني ما حلفوش التوفيق في حته الاختيارات بشكل كبير جدا، وهو هيحس كده، هو هيصلح بس من خلال اللي جاي. بس هي الشطاره انك تصلح من قبل المواجهات عشان ما نقعش ونكعبل. لا ده انا جاي لك في المهم. اتفضل. انت داخل في الجد، يعني مع كامل احترامي لتصفيات امم افريقيا وتوجو وجزر القمر وكينيا، انت عندك الاهم طبعا الكان بطوله افريقيا، وعندك الجد يخش في ستة اللي جاي. انت 1 يونيو تبتدي مشوار تصفيات كاس العالم. كاس العالم. السؤال، احنا النهارده نعتبر في 4 خلاص. اوكي. يعني عندك 4 و5،
دي فتره كافيه. لو حضرتك لو بتكتب روشتة النهارده بتوطي على كابتن حسام تقول له انا بقول لك خد بالك من ده في اللي جاي، ازاي اقدر اعيد ترتيب اوراقي، ازاي اصلح، هل شايف انه المنتخب